الصوم فيه كسر للنفس، وذلك لأن المرء إذا بقي طوال عامه على الشبع والري ومباشرة النساء ربما يحمله ذلك على البطر والأشر والغفلة، فشرع الله تعالى هذا الشهر ليكسر حدة هذا البطر والأشر. ولا شك أن من يعاني في هذا الشهر الكريم بمعنى يشعر بالجوع والعطش، فإنه لا بد وأن تنكسر نفسه، وكذلك لا بد وأن يشعر بحاجات الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت يومه.